العصر السيلوري فصل من تاريخ الأرض يروي قصة الحياة والتحديات في أعماق الزمن، حيث تختبئ قصص مليارات السنين خلف طبقات الصخور والحفريات. نجد العصر السيلوري أحد الفصول الأكثر إثارة في سجل تاريخ الأرض. امتد هذا العصر لفترة زمنية تقدر بنحو 25 مليون سنة، بدءا من حوالي 443.4 مليون سنة مضت وحتى 419.2 مليون سنة. لكنه لم يكن مجرد فترة زمنية عابرة، بل كان حقبة شهدت تحولات جذرية في الحياة على كوكبنا، ورسمت الخطوط الأولى للعالم الذي نعرفه اليوم. الفجر الجديد، بداية العصر السيلوري. تخيل لو أنك استطعت العودة بالزمن إلى تلك الفترة البعيدة. الأرض ليست كما نعرفها الآن. القارات كانت لا تزال تتجمع ببطء، والمحيطات كانت ممتدة بشكل هائل تغطي معظم سطح الكوكب. كان العالم يتعافى للتو من واحدة من أسوأ حالات الانقراض الجماعي في تاريخه، حدث الانقراض الأردوفيشي السيلوري الذي قضى على نحو 85% من الأنواع البحرية. ومع ذلك، فإن هذه الكارثة الكبرى لم تكن نهاية الحياة، بل كانت بداية جديدة. في ظل هذا الخراب، بدأت الكائنات الحية بالتكيف مع الظروف الجديدة. المحيطات التي كانت تعج بالحياة قبل الانقراض أصبحت الآن مكاناً للتجربة والتطور. هنا بدأت القصة الحقيقية للعصر السيلوري، حيث ظهرت أنواع جديدة من الكائنات البحرية، وأصبحت البيئة أكثر تنوعاً واستقراراً. الكائنات البحرية نجوم العصر السيلوري. إذا كنت ستبحر في مياه العصر السيلوري، فستكتشف عالماً غريباً ومذهلاً. هناك المحار الكبير الذي كان يعيش في قوقعة ضخمة تحميه من المفترسات، وهناك الحلزونات البحرية التي كانت تتحرك ببطء عبر الرمال، تاركة وراءها آثاراً صغيرة على قاع المحيط. كما سيظهر أمامك المرجان والإسفنج، وهما أساس الشعب المرجانية الأولى التي ستصبح فيما بعد موطناً لكثير من الكائنات البحرية. لكن الأكثر إثارة هو ظهور الأسماك الفكية لأول مرة في التاريخ. كانت هذه الكائنات هي أسلاف جميع الفقريات الحديثة. الأسماك الفكية مثل إيكانثودييي، الأسماك الشوكية، بدأت تهيمن على المحيطات، مما سمح لها بالحصول على طعام أفضل وتكييف نفسها مع بيئتها. يمكننا أن نتخيل كيف كانت هذه الكائنات الصغيرة تسبح بحذر، مستكشفة عالماً جديداً مليئاً بالفرص والمخاطر. النباتات الأولى، الغزو البري. بينما كانت المحيطات تشهد انفجاراً في التنوع البيولوجي، كان هناك حدث آخر يحدث على اليابسة، حدث قد يبدو بسيطاً لكنه كان ثورياً. لأول مرة في تاريخ الأرض، بدأت النباتات البسيطة في الانتقال من المياه إلى اليابسة. هذه النباتات الأولية مثل الطحالب الخضراء والأشنة كانت صغيرة وضعيفة، لكنها كانت خطوة ضرورية نحو تشكيل البيئات الأرضية. تخيل أنك تقف على شاطئ صخري في ذلك الوقت. الهواء مشبع برائحة الأملاح البحرية، والأرض حولك قاحلة إلى حد كبير. لكن إذا نظرت عن كثب، سترى نقاطاً صغيرة من اللون الأخضر تنتشر بين الصخور. هذه هي النباتات الأولى التي بدأت تتحدى الجاذبية وتتعلم كيفية البقاء بعيداً عن المياه. كانت هذه النباتات تعتمد على التكيفات البسيطة، مثل تطوير جدران خلوية قوية لتحمل الجفاف، وتشكيل شبكات جذرية بدائية لامتصاص الماء من التربة. على الرغم من بساطتها، إلا أن هذه النباتات كانت الأساس لما سيصبح لاحقاً غابات شاسعة خلال العصر الديفوني. إنها قصة عن البدايات المتواضعة التي أدت إلى شيء عظيم. التغيرات الجيولوجية، بناء الأرض الحديثة. لم يكن العصر السيلوري مجرد قصة عن الحياة، بل كان أيضاً وقتاً للتغيرات الجيولوجية الكبيرة. خلال هذه الفترة، بدأت القارات في التحرك ببطء نحو بعضها البعض، ممهدة الطريق لتكوين القارة العظمى المعروفة باسم لوروسيا.
كانت هذه العملية مدفوعة بحركة الصفائح التكتونية، وهي نفس القوى التي تشكل الأرض حتى اليوم. مع تقارب القارات بدأت المناخات تتغير. المناطق الاستوائية الدافئة أصبحت أكثر رطوبة، مما ساعد على نمو النباتات الأولى. وفي الوقت نفسه كانت المناطق القطبية تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، مما أدى إلى تكوين أولى الأنهار الجليدية في تاريخ الأرض. هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية كانت ضرورية لتشكيل البيئات التي ستساعد الحياة على التطور بشكل أكبر. الإنجازات غير المعروفة مصدر الطاقة الحديثة. قد تتفاجأ عندما تعلم أن العصر السيلوري ليس مجرد صفحة في كتاب التاريخ الجيولوجي، بل له دور مهم في حياتنا اليومية. الصخور الرسوبية التي تكونت خلال هذا العصر تحتوي على رواسب هيدروكربونية مهمة، والتي أصبحت اليوم مصدراً رئيسياً للنفط والغاز الطبيعي. في شمال إفريقيا، على سبيل المثال، تعتبر تكوينات العصر السيلوري من أهم المصادر الهيدروكربونية. ليبيا، التي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في احتياطيات النفط، تعتمد بشكل كبير على هذه الرواسب القديمة. إنها مفارقة مثيرة للتفكير أن الوقود الذي نستخدمه اليوم لتشغيل السيارات والطائرات يأتي من عصر يعود إلى أكثر من 400 مليون سنة. العصر السيلوري جسور التطور بين الماضي العميق والحاضر البيئي. تطور الحياة، يعتبر العصر السيلوري نقطة تحول رئيسية في تطور الكائنات الحية على اليابسة. فقد بدأت النباتات والحيوانات بالتواجد على اليابسة لأول مرة خلال هذه الفترة. هذا التطور يمثل الأساس الذي أدى إلى ظهور الحياة المعقدة التي نعرفها اليوم. التغيرات المناخية، يشير العلماء إلى أن العصر السيلوري كان مستقراً نسبياً من حيث التغيرات المناخية الطويلة الأمد التي بدأت منذ العصر الأردوفيشي. هذا الاستقرار المناخي أتاح للحياة البرية أن تزدهر، وهو درس مهم يمكن ربطه بالتغيرات المناخية التي يشهدها عصرنا الحالي، حيث يؤثر التغير المناخي الحديث على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. مستوى سطح البحر خلال العصر السيلوري كان مستوى سطح البحر أعلى بكثير مما هو عليه اليوم. هذه الظاهرة تجعل العلماء يدرسون العلاقة بين مستويات المياه وتغير المناخ، وهو موضوع ذو صلة مباشرة بالوضع الحالي، حيث يؤدي ذوبان الجليد القطبي بسبب الاحترار العالمي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. الرواسب العضوية، تميز العصر السيلوري بتراكم طبقات سميكة من الطين العضوي الغني بالكربون. هذه الرواسب أصبحت فيما بعد مصدراً مهماً للنفط والغاز الطبيعي، وهي موارد لا تزال تستخرج حتى يومنا هذا. بالمجموع، يمكن اعتبار العصر السيلوري حجر أساس في تاريخ الأرض، حيث لعب دوراً محورياً في تشكيل العالم الذي نعيش فيه اليوم. العصر السيلوري مرآة الماضي لتفسير التغيرات المناخية الحالية واستشراف المستقبل. دراسة العصر السيلوري تقدم رؤى مهمة لفهم التغيرات المناخية الحالية. خلال هذا العصر، كان مستوى سطح البحر أعلى بكثير بسبب التغيرات المناخية، مما يساعد العلماء على فهم تأثير ارتفاع درجات الحرارة اليوم. كما أن الاستقرار المناخي النسبي في السيلوري سمح بتنوع بيولوجي كبير، بينما التغيرات الحادة اليوم تهدد النظم البيئية. العصر السيلوري شهد أيضاً بدايا ظهور الحياة على اليابسة، مما يوضح كيف يمكن للتغيرات المناخية أن تخلق فرصاً جديدة للتكيف. بالإضافة إلى ذلك، تراكم الرواسب العضوية الغنية بالكربون في ذلك العصر يشبه تكوين الوقود الأحفوري اليوم، مما يساعد في فهم تأثير استخراجه على البيئة. من خلال دراسة هذه الفترة، يمكن تحسين نماذج التنبؤ بالتغيرات المناخية المستقبلية، مما يساعد في تطوير استراتيجيات للتكيف مع التحديات البيئية الحالية. باختصار، العصر السيلوري يعتبر مرجعاً قيماً لفهم التغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة. في الختام، رسالة من الماضي. في ختام هذه الرحلة عبر الزمن، يمكننا أن نستلهم من العصر السيلوري درساً عميقاً، حتى في أحلك اللحظات يمكن أن تكون هناك بداية جديدة. فالحياة رغم كل التحديات وجدت دائماً طريقها لتستمر وتزدهر.
وكما قال عالم الجيولوجيا الشهير تشارلز داروين، إنها ليست الأقوى من الأنواع التي تنجو ولا الأكثر ذكاءً، بل الأكثر استجابة للتغيير. العصر السيلوري ليس مجرد حقبة جيولوجية، إنه تذكير بأننا جزء من قصة أكبر بكثير مما نتخيل. في الشريط الرابع نكشف النقاب عن العصر الديفوني، وهو العصر الرابع من حقبة الحياة القديمة، أحد العصور الستة التي تنتمي إلى دهر البشائر.